ويتجدد اللقاء مرة أخرى من إمارة أبو ظبي وتحديدا منطقة مصفح الصناعية. معنا اليوم المستثمر السوري الأستاذ فادي فريز الباني، وهو صاحب ومؤسس شركة أبو فهد للأستيل في إمارة أبو ظبي منطقة مصفح الصناعية. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا فيك، مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله. أستاذ فادي، لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، من هو فادي فريز الباني وما هي أهم الخبرات العلمية والعملية اللي اكتسبتها في حياتك؟ أنا شاب سوري، جيت وتعلمت بمدارس الدولي هون، كان الوالد موجود وكان لي شغف وحب للأعمال الميكانيكية، واشتغلت معه بالورشة، هو مؤسس الورشة، وصرنا نطور فيها شوي شوي لوصلت حاليا اللي هي فيه. ما شاء الله عنك. استاذ فادي، انت دخلت دولة الامارات من 31 سنة ما شاء الله بسنة 1991، شو سبب اختيارك لدولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار فيها داخل الدولة؟ وبالاضافة لهالشيء انه اكيد كانت عندك خيارات متاحة اكثر بدول ثانية، ليش اختيارك لدولة الامارات العربية بالتحديد لتقوم بهذا المشروع؟ هلا يوم دخلت دولة الامارات ما كان في الموضوع خبرة الاستثمار، بس كان نسمع عن دولة الإمارات اللي هي أفضل فرص بدولة الإمارات كانت. فالوالد يوم اختاره وإجا حب إنه ينقلنا للمجتمع والأجواء هذه، وجينا وحبينا وبلشنا. بعد ما خلصت الدراسة حبيت اشتغل معه بالمهنة هاي لنطورها يعني. نتحدث شوي عن مؤسسة أبو فهد للأستيل، شو هي أهم الخدمات أو أبرز الإنجازات اللي بتساويها مؤسسة أبو فهد للأستيل ضمن هذا المكان؟ نحن مؤسستنا هون عبارة عن تصنيع قاطرات للسيارات، وطورنا نحن شغلنا، في عنا الخراطة بشكل عام، وفي عنا تصنيع هوزات الهيدروليك هوز، وحاليا عم نشتغل الكرفان اللي بيخص شركات البترول، تصنيع الكرفان والتانكات الووتر تانك، الاحجام الكبيره اللي بتخص. شو هي الرؤيه المستقبليه اللي بتتوقعها استاذ فادي ضمن حياتك بالمستقبل؟ هلا هي الفكره هي التطور، وبعد ما الواحد يصير عنده اولاد هو اهم شيء كيف يامن لهم اساسياتهم بنفس المكان اللي هو يتربى فيه. اكيد طبعا، فمن عاداتهم وتقاليدهم وامورهم يعني، وهن حاليا بالمدارس هون عم تعلم، بس ما بتفكري الا تامني لهم استقرار بنفس المكان اللي انت ربيتي فيه او المكان اللي احنا موجودين فيه. اوكي، مثلا عم تفكر بالمستقبل استاذ انك تطور من عملك، تفتح افرع ثانيه داخل الامارات او خارجها؟ هلا خارج الامارات صعب، اما داخل الامارات واردي، التسهيلات اللي موجوده ممكن تخليني افتح، بس كوني اني شخص لحالي مدير العمل ما عندي حد يعني من اخوان او هذا يساعدني، فمضطر ان يكون بمكان واحد. شو بيعني لك دور الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ساعدك لتوصل لهذا النجاح؟ بالنسبة للأمن والأمان يعني هون بلدي أهم شيء
عند الإنسان الأمن والأمان. يعني حتى إذا بدي واحد وسع مشروع، اللي خلانا نوسع بالمشاريع أنك أنت حاسس باستقرار، وهذا الاستقرار جاي من الأمن والأمان. أكيد. وأي مشكلة نحن بنواجهها يعني بأي دائرة حكومية أو شيء، ما بنشوف غير خلال أسبوع أنه التغى قرار ممكن أو شيء، فبيعطيك استقرار وبيخليك أنك أنت تقدري توسعي النشاط بعمل كونه أنت مستقرة في أمن وأمان. كثير قلنا أصحاب خارج بيقول يعني بس مجرد ما نجيب لهم فكرة الأمن والأمان بيقول لك لا خليك عندك، يعني حتى لو بدي وسع خارج. مشان هيك ما فكرت أني أعمل فرع أو قسم خارج دولة الإمارات. طبعا نحن نوجه الشكر، أول شيء نترحم على المؤسس الشيخ زايد وعلى الباني الشيخ خليفة الله يرحمه، ونحن بمسيرة الشيخ محمد بن زايد اللي هو متابع المسيرة واللي مريحنا أكثر بالأوقات الحالية على الأمور اللي موجودة. وطبعا والشكر لباقي حكام الإمارات بكل شيء عم يقدم، يعني هني أساس الأمن والأمان، وهني اللي زرعونا الثقة بالبلد، وكل شيء بنقدمه يعني نحس مفتخر فيه. لمين بتحب توجه رسالة لشخص كان داعم إلك ومساند إلك في مسيرة حياتك لحتى وصلت لهذا النجاح الباهر طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 31 سنة؟ طبعا الشكر أنا بقدمه للوالد الله يرحمه. هو كان الصديق والأخ ومؤسس خلينا نقول العمل، ودعمني بأعطاني الثقة بإني اشتغل أي شيء، وهو موجود ودعمني بالشغل بأي شيء. هو اللي ركز أني ابني شغلي بدولة الإمارات العربية كونه هو كمان كان مستقر فيها.